السلام عليكم. طبعا كلنا عارفين ان الموسم اللي جاي هيتقيد 3 لاعبين تحت السن محترفين للنادي الاهلي. النادي الاهلي بقى بدأ السعي من دلوقتي، وبالفعل اترشح له لاعب مميز جدا من احد الشركات في امريكا اللاتينية، لاعب عنده مستقبل واعد جدا ولسه عنده 20 سنة، ولكنه مقدم اداء ممتاز وعامل ارقام كويسة الى حد ما. في الحلقة دي هكلمك عن اللاعب دييجو براباس، لاعب نادي ليفر بليت الاوروجواياني. هنتكلم بقى عن سعر اللاعب وارقامه واحصائياته من ساعه ما تصعد للفريق الاول، وكل حاجه عن مميزاته وعيوبه. بس قبل ما نبدا الحلقه، فضلا وحد الله لا اله الا الله وصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي. ومعكم اخوكم طوفان اهلاوي، يلا بينا نبدأ الحلقة. الاسم دييجو نيكولاس براباس سيلفا، مواليد 7 ابريل سنة 2000، وزي ما قلت لك عنده 20 سنة في الوقت الحالي. جنسيته اوروجواياني، طوله 1.81 متر، مركزه في الملعب سنتر فيرود. القيمة التسويقية بتاعته على الترانسفير ماركت $1,300,000. بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي ريفر بليت الاوروجواياني، وطبعا ما انتقلش لأي نادي تاني لأنه لسه عنده 20 سنة في الوقت الحالي. اتصعد للفريق الأول في سنة 2020 ولعب في الموسم ده 18 مباراة، سجل فيهم 3 أهداف. الموسم اللي بعده على طول لعب 30 مباراة، سجل فيهم 7 أهداف. والموسم اللي بعده اللي لسه منتهي عامل موسم عظيم جدا، لعب معاهم 28 مباراة، سجل فيهم 14 هدف، وما شاء الله عليه أرقامه في تزايد ملحوظ جدا. وطبعا أوعى تقيم اللاعب على حسب أول موسمين ليه، لأنه اللاعب كان لسه عنده 17 سنة، وثانيا ما كانش بياخد دقايق لعب كبيرة، كان بينزل دقايق لعب قليلة، علشان كده ارقامه مش كبيره. ليه احصائياته وارقامه كامله واكيد قليله جدا لانه لسه في بدايه مسيرته. تعال نتعرف ونشوفه في الملعب هو عامل ازاي وطريقه لعبه واهم مميزاته ونتفرج عليه بشكل اكبر. بص، هو بروفايل شبيه جدا بداروين نونيز زي ما قلت لك، لاعب حاطط تارجت لنفسه على الجول، حط له الكوره قدامه وهو عارف الجول فين وعارف هيسجل ازاي، وبجميع الطرق لازم يسجل الهدف. لما بيجي من الخلف للامام بيبقى لاعب ذكي جدا، تحركاته مميزه وتصويباته جيدة جدا على المرمى، وبيسدد بشكل قوي جدا وبشكل تقني عالي. عنده سرعة جيدة بتخليه يفرق كتير جدا لما بيعمل سبرنت، لما بتتلعب له الكرة الطولية بيقدر يعمل سبرنت كويس ويتحكم في الكرة حتى لو معاه مدافعين، وبيروح على الجول ويسدد تسديدات قوية زي ما قلت لك. أنا بصراحة عجبني تحركاته جدا وعجبني الفينش بتاعه بشكل ملحوظ. لو سألتني أنا شايف إن تحركاته عظيمة جدا لما بيجي من الخلف للأمام، وبياخد القرار بشكل كويس جدا وقراراته ممتازة وهو رايح على الجول. ولكن لما انا جيت اقيم اللاعب ما قيمتوش على حسب المساحات اللي بتبقى قدامه، انا قيمته على حسب التحركات بتاعته في جميع المواقف. وكمان المميز جدا فيه واللي ملحوظ جدا ان بياخد القرار بشكل سريع، وهو عارف قبل ما يروح للجول هو هيعمل ايه وهيحط الكرة ازاي. ثالثا وده الاهم، انه مهاجم عنده شخصية، معاه مدافع او اتنين بيقدر يدربل بالكرة بشكل كويس وبيحط جسمه قدامهم وبيروح ويحط الكرة قدامه، ولما بيوصل داخل منطقة الجزاء بيسدد تسديدات قويه جدا وفي زوايا صعبه جدا على الحارس. طبعا انا ما بقولكش ان مهاجم متكامل وهو ده بنزيما او هالاند او ليفاندوفسكي، ولكن انا بقولك انه خامه مميزه جدا وخامه يجي منها بشكل كبير جدا، ولاعب واحد في السنين اللي جايه فعلا اتمنى ان النادي الاهلي يخلص فيه لانه مكسب كبير جدا، ويتقيد تحت السن لانك هتستفاد منه بشكل كبير جدا كاداء في الملعب او حتى استفاده ماديه بشكل كبير لما تبيعه لاي فريق بعد كده. كده انتهت الحلقه، قول لي انت بقى ايه رايك في اللاعب، وهل النادي الاهلي هيستفاد بشكل كبير لو ضم اللاعب ده، ولا لاعب زيه زي اي لاعب ممكن يجي النادي الاهلي ويتقيد تحت السن. اخيرا كده انتهت الحلقه، اوعى تقفل الحلقه قبل ما توحد الله لا اله الا الله وصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي. وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي، اشوفكم بخير، سلام.